فيجب على من عنده قدرة أن ينشط وأن ينشر السنة وأن يبين البدعة وأن يحذر منها بفقه وأن يحذر من أهلها بفقه على طريقة أهل العلم، وأن ينظر في المآلات وما يترتب على قوله وعلى فعله. فهذا أمر لا بد من التنبه له، وإنني لأخاف على الأمة مما أراه من تسرع بعضهم بلمز بعضهم أو نبز بعضهم بصفة الخروج المطلق الذي تطبق عليه الأحكام الواردة في الأحاديث من غير ترو ولا تثبت ولا نظر في المآلات. لا يجوز لنا يا إخوة أن نصف كل من خالفنا بأنه خارجي، وإنما هذا وصف شرعي لا يسب به ولا يقابل السب بالسب به، وإنما يحقق وينظر ثم ينظر في المآلات وما الذي يترتب على قولنا من خير أو شر، ثم بعد ذلك نتكلم. والله من الظلم أن لا ينظر لإخواننا في بلدانهم إلى ما يحقق المصلحة الشرعية لهم من نشر السلفية والسنة في البلد، وأن يقوم شباب لم يصلوا إلى درجة النظر في العلم فضلا عن درجة الاجتهاد في المسائل الكبرى بإفتاء إخواننا في بلدانهم بأمور تعود عليهم بالضرر العظيم، ظنا من أولئك قصار النظر أن ما يقوله علماؤنا في بلدنا يصلح في كل مكان وزمان من غير نظر إلى فقه حال الناس ومآلات هذا الكلام. هذا الأمر يجب أن ينظر فيه، وإني أقول لإخواننا من طلاب العلم اتقوا الله في الأمة. يا أخي أنت معيد أو محاضر أو دكتور، لست أهلا لأن تفتي في أمور الأمة العامة، فكيف بأمور تتعلق بالسيف وتتعلق بالدماء؟ يجب عليك أن تتقي الله في الأمة، وأن تعرف قدرك، وأن ترجع إلى العلماء أنت، وأن ترجع الناس إلى العلماء. والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ونحن نسمع بعض الفتاوى التي لا نرى لها أصلا في العلم، أو نرى أنه لا يجوز أن يقال بها في بلد معين من أجل أمور معينة، ثم تنشر أولئك الناس ويقع بعض الإخوة بسببها في حرج. هذا يجب أن ينتبه له. ووالله يا إخوة إن رجوع الناس إلى علماء أهل السنة ليس فيه إلا الخير، ليس فيه إلا النور، ليس فيه إلا الهدى. المهم أن يكون الراجع صادقا فيما يقوله للعالم وفيما ينقله عن العالم. والله ثم والله ثم والله إن شيوخ أهل السنة المعروفين المعروفة أسماؤهم في بلدنا وفي غير بلدنا من بلدان المسلمين لن يصل إلى الأمة منهم إلا خير، يدلون الناس على السنة ويحذرون الناس من البدعة وأهلها بالطرق المشروعة، وقطاع الطرق يريدون أن يقطعوا الناس من الرجوع إلى علماء أهل السنة ببعض الأخطاء التي تقع من شباب قد يسمون شيوخا، أو من زور وكذب يكذب على علماء أهل السنة. لا خير للأمة إلا في سنة تنشر وبدعة تكسر، لا خير للأمة إلا في علم نافع يبنى على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا خير للأمة إلا في الرجوع إلى العلماء الربانيين علماء أهل السنة، وما أكثرهم بحمد الله في بلدنا وفي جميع بلدان المسلمين. أسأل الله لي ولكم العافية، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير،
مغاليق للشر، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.